تثمين المعطيات الجوية التي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي للتأقلم مع التغيرات المناخية ومساعدة الفلاحين والمختصين في المجال الفلاحي على تجاوز حالة الجفاف وتراجع الحاد في التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة هو واحد بين أبرز محاور هذه الورشة التي تندرج ضمن مشروع تنمية الكفاءات في البحث الفلاحي للتأقلم مع التغيرات المناخية والذي انطلق بالتعاون مع كوريا الجنوبية بتمويل قدر ب 100,000 دولار. دونك التغيرات المناخية قاعدين نحسوا فيها كل يوم، جفاف، التصحة، نقص الأمطار، ما زاد عندنا مشكلة في التربة، التربة نتاعنا ولات عندنا ليغوزيون، معناتها الكاليتي، الانجراف، الكاليتي نتاع التربة. ناقشوا شنو الحلول اللي نجموا نقترحوها خاصة في ميدان، معناتها باش نعمل ان ترانسفير ميدان الإرشاد الفلاحي، باش نجموا هما يعني نعاونوا الفلاحين باش ينجموا كيفاش ينجموا ينقذوا الموسم الزراعي هذايا سورتو معناتها نقص الامطار. شنو نجموا ان معناتها نعملوا اون استراتيجي على لونتيرم، اختيار البذور، معناتها كيفاش نسمدوا الارض، طريقه الري. فما منصه موجوده على ذمه مستخدمي المعطيات الجويه وخصوصا الباحثين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الفلاحي اللي هو الكليما بورتاي كليما سي، واليوم هذا يعطينا توقعات وتصورات لحالة الغلاف الجوي إلى أفق 2050 و2100. تطوير التقنيات المستعملة في القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الحبوب للتأقلم مع التغيرات المناخية عبر زراعة بذور قادرة على مقاومة نقص الأمطار وترشيد استهلاك المياه وحسن استغلال منظومات الري للتخفيف من ضياع كميات هامة منها، تلك أبرز الحلول التي وقع اقتراحها على هامش هذا اليوم الدراسي. تقنيات يعني جديدة، يعني ما زلنا ما بديناش نستعملوا فيها توا، ما زالت مش موجودة في تونس، اللي هي تقنيات باش تحاول تسرع في يعني التحصل على أصناف جديدة وتكون معنا أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية اللي هي طويلة المدى. معنا ينجم الفلاح يضاعف المردودية متاعه، ينجم الفلاح في بعض الأعوام مثلا فما مناطق اللي الشعير مثلا توا مارجيناليزي، معناها الفلاح ماهوش قاعد يطبق في المنظومة التقنية اللي يلزمها تطبق، المردودية متاع الشعير ضعيف ياسر، هاكم تراو سنة مثلا عام فيه برشا جفاف، دونك ماذا بينا يولي الفلاح منخرط، يولي هو يزيد زاد ماذا بينا يعاوننا يولي يلوش خاطر فما برشا دي بلاتفورم اللي يعطيو المعلومه نتاع المنتجات. بين تطوير الانتاج الوطني من الحبوب وحسن التاقلم مع حاله العطش خاصه بمناطق الشمال الغربي، تبدو التحديات كبيره في ظل غياب استراتيجيه تثمن نتائج البحث العلمي وتساعد الفلاح على مواكبه احدث التقنيات في هذا المجال.